يعني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الفريق أحمد قايد صالح يجدد عمق العلاقة الثنائية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة خلال مشاركته في الاحتفالة الرسمية بالعيد الوطني الإماراتي. الجالية الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية تطلع على مختلف التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية حول الاستفادة من الصياغ السكنية ومعاشات التقاعد وإنشاء مؤسسة مصغرة بالوطن الأم. ثلاث عشر اتفاقية تعاون في ختام معرض الجزائر بالغابون وشراكة جزائرية إسبانية في القطاع الفلاحي لتطوير نظام الزراعة بنوعية عالية. تواصل أعمال العنف والشغب بباريس، والحكومة تدعو إلى حوار واسع مع ممثلي المحتجين ومختلف التشكيلات السياسية في البلاد. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني 47 من خلال رسالة هذا نصها: يطيب لي، يقول رئيس الجمهورية، ودولة الإمارات العربية المتحدة مقبلة على الاحتفال بعيدها الوطني 47 المجيد، أن أتوجه إلى سموكم باسم الجزائر شعبا وحكومة، وصالة عن نفسي بأحر التهاني، مشفوعة بتمنيات لكم بموفور الصحة والعافية والسعادة للشعب وللشعب الإماراتي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة. إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا أغتنمها، يقول رئيس الجمهورية، لأشيد بما حققته دولة الإمارات من مكاسب وإنجازات عظيمة منذ إعلان الاتحاد وفي كافة المجالات بفضل حكمة قيادتها وجهود أبنائها المخلصين. ولا يفوتني، يضيف رئيس الجمهورية، أن أعرب لكم عن ارتياحي لجودة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدينا، وأجدد لكم عزمي الراسخ على العمل معكم من أجل تعزيزها وتوثيقها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين الجزائري والإماراتي ويلبي طموحاتهما إلى المزيد من الرقي والنماء. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ ولي عهد أبو ظبي نائب قائد أو القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني 47 من خلال رسالة إليكم نصح. إنه يقول سيد الرئيس: إنه لمن دواعي السرور أن أتقدم إليكم بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 47 المجيد باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي بأحر التهاني، مشفوعة بخالص تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة والرفاه والازدهار للشعب الإماراتي الشقيق في ظل قيادته الحكيمة، وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، يضيف السيد الرئيس، لأجدد لكم عزمي على العمل من أجل توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين الجزائري والإماراتي. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ أيضا رئيس جمهورية لاوس فوراشيت بوانغ بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، مجددا حرصه على تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، شارك أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالعاصمة المكسيكية مكسيكو في مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي تم انتخابه في الفاتح من جويليا 2018.
هذا. وكان بن صالح قد التقى أمس بالعاصمة المكسيكية مكسيكو، التقى الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اللقاء الذي تم بالقصر الوطني. بلغ خلاله بن صالح تهاني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس أندريس مانويل بمناسبة انتخابه رئيسا للمكسيك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كان لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إذن كان له أو قد التقى أول أمس بمكسيكو، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، اللقاء الذي حضره سفير البلدين لدى المكسيك سمح باستعراض مستجدات القضية الصحراوية، حيث جدد بن صالح دعم الجزائر الثابتة للشعب الصحراوي من أجل استرجاع حقوقه طبقا للشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة، فيما نوه الرئيس الصحراوي بموقف الجزائر قيادة وشعبا داعم للقضية الصحراوية. في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يحل اليوم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد أو العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة. وتأتي هذه الزيارة لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يواصل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح يواصل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك اليوم في الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني الإماراتي كضيف شرف في الذكرى 47 للاتحاد، ومقدما باسم رئيس الجمهورية التهاني للشعب الإماراتي الشقيق، حيث أكد في كلمة له بالمناسبة على العلاقة الطيبة التي كانت تجمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالشيخ زايد، هذا وكانت للسيد الفريق نشاطات مختلفة ترصدها موفدتنا إلى أبوظبي. دلال بوطب. قبل حضوره كضيف شرف الاحتفالات الرسمية للعيد الوطني الإماراتي، أجرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي. محادثات تناولت مجالات التعاون بين البلدين واستعرضت حال العلاقات العسكرية الثنائية، ليحضر السيد الفريق بعدها الاحتفالات الرسمية التي أشرف عليها سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. اختيار الجزائر كضيف شرف للعيد الوطني الإماراتي في ذكراها 47 جاء تقديرا من دولة الإمارات لجهود الجزائر ومواقفها الثابتة الداعمة للعمل العربي المشترك، ومعه التقدير لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولتاريخ الجزائر النضالي. وهذا ما جاء في كلمة للسيد الفريق خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها على شرفه رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية. يسعدني أن أتقدم إليكم جميعا باسم فخامة سيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وباسمي الخاص بأحر التهاني وأصدق الأمان، متمنين للقوات المسلحة الإماراتية المزيد من القوة والمناعة، وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والرقي في كنف الوحدة والاستقرار. لقد اقترنت احتفالات بلادكم باليوم الوطني هذه المرة باسم الشيخ زايد طيب الله تراه، المرقب زايد الخير والأب والمؤسس، والذي كانت تربطه علاقات قوية مع الجزائر وشعبها
ومع فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه. وعلى هامش الاحتفالات الرسمية خص السيد الفريق بزيارة لمعرض نماذج مصغرة لتجهيزات وأسلحة مصنعة محليا، حيث كان مرفوقا بمستشار شؤون الرئاسة الوزير فارس المزروعي. كما تابع السيد الفريق عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية بدولة الإمارات. وعد التعاون العسكري القائم بين الجزائر والإمارات، الزيارة تستعرض أيضا الوضع في المنطقة العربية خاصة مع الراهن الأمني. دلال بوطبة، مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. في النشاط البرلماني، استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى رؤساء المجموعة البرلمانية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس. وفي هذا الصدد أكد بوشارب أكد أن النظام الداخلي يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل الرؤى والتشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، وأن النظام الداخلي يعد ميثاق شرف للسير الحسن لهياكله وهيئاته وفقا لما جاء في دستور 2016، وبما يقتضي التحيين والتوافق مع معطياته التي تعزز العمل التشريعي ودور البرلمان. يقول: قبل أن نصل إلى هذه المرحلة النهائية التي توطن لنظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني جديد يتوافق مع ما جاءت به أحكام دستور فبراير 2016، ارتأينا من هذا المنظار أن يكون هناك لقاءات قد تطول وقد تقصر، ولكن في آخر المطاف وجب أن نصل إلى رؤية تشمل كل الأطراف وكل التشكيلات السياسية الممثلة أو الممثلة داخل المجلس الشعبي الوطني، وهي كثيرة جدا. كما استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض لرئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، وذلك في إطار مناقشة مشروع تسوية الميزانية ل 2016، حيث اعتبر رئيس مجلس المحاسبة بأن عام 2016 سجل بعض التقدم في تسيير الميزانية، خاصة ما تعلق بتحسين تغطية العجز، ومعتبرا إياها سنة استقرار مالي وموازنتي للدولة، وتمكنت الحكومة فيها من المساهمة في ضبط مسألة العجز. بمقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، أشرف أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على لقاء جمعهما بأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة، حيث استعرض مختلف الآليات المتاحة في مجال السكن والاستثمار. الاجتماع يهدف أيضا إلى عرض مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر من أجل تمكينها من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. وعبر تقنية الفيديو عن بعد، تمكن أعضاء جاليتنا المقيمون خارج نيويورك من المشاركة في هذا الاجتماع، حيث ستمنح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة وكذا الراغبون في التسجيل في صيغة الترقوي المدعم من أجل الاطلاع على مختلف البرامج المقترحة. كما قدمت للجالية شروحات حول ما حمله قانون المالية 2019 فيما يخص استفادتهم من معاش تقاعدي بعد تسديدهم للمستحقات أو لمستحقات الاشتراك بصندوق التقاعد، وكذا مختلف صيغ الدعم لإنشاء مؤسسة مصغرة بالجزائر. في سلسلة اللقاءات مع الجالية بالخارج للتعريف بالسكن اللي جاء به فخامة رئيس الجمهورية كوعد للجالية في الخارج، كان عندنا لقاء مثمر من حيث الانشغالات والتعريف بهذا النمط في الولايات المتحدة اللي جمعت سكان نيويورك وما جوارها، وكان عندنا حتى تشاور مع ساكنين عن بعد عبر سكايب
اسمحت لنا اننا نتعرف على الانشغالات تاعهم والتعريف اكثر. وهذا الداخل في اطار التعليمات فخامه رئيس الجمهوريه للاتصال مع الجاليه حتى نوضح لهم مختلف الاجهزه لترافق الشباب راغبين في انشاء مؤسسات مصغره في الوطن. كذلك شرحنا لهم الاجراء الجديد اللي يدخل في اطار قانون الماليه 2019 اللي هو يخص التقاعد بالنسبة للجالية الجزائرية الموجودة في الخارج. يعني بداية من سنة 2019 يمكن باش تساهم في صندوق تقاعد. تشارك ابتداء من اليوم وإلى غاية 4 ديسمبر وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي بكاتوفيتشي ببولندا في قمة رؤساء الدول للمؤتمر 24 للأمم المتحدة حول تغير المناخ. زرواطي تشارك في هذه القمة ممثلة لرئيس الجمهورية حيث تستعرض جهود الجزائر في الحد من التغيرات المناخية ومخلفاتها السلبية. في فرنسا وفي ظل التصعيد الأمني الذي يشهده الشارع الفرنسي، دعت الحكومة الفرنسية أصحاب السترات الصفراء إلى الحوار، وفي وقت أعلن فيه مجلس الشيوخ عقد جلسة استماع بعد غد. عائشة ببريق تفصل في هذا الشأن. هذا ما آلت إليه الجادة الأشهر في العالم الشانزليزي بعد الاحتجاجات الغاضبة لأصحاب السترة الصفراء، احتجاجات تسببت في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، خلفت صدمة لدى الفرنسيين كما الأجانب. لم أتوقع حدوث أمر كهذا، إنه مكان جميل وهادئ، أنا حقا مندهشة لما يحدث. الرئيس الفرنسي ومن موقع قوس النصر وقف على حجم ما خلفته الاحتجاجات، وكان قبلها قد رأس اجتماعا طارئا لاحتواء الوضع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا اليوم أصحاب السترات الصفراء إلى الجلوس على طاولة الحوار. عملية التخريب طارت حتى الأحياء الراقية في الضاحية الباريسية وأسفرت عن إصابة أكثر من 130 شخصا بجروح، بينهم 23 عنصرا من قبل الأمن، وتوقيف ما يقارب 400 شخص على ذمة التحقيق. تصعيد أمني يدفع بباريس إلى إمكانية فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الخراب التي طالت المحلات التجارية، خاصة المناطق التي تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد، والذي ستكون له آثار سلبية على اقتصاد البلاد حسب المختصين، في أسوأ اضطرابات تشهدها فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات. خلف حادث مروع منذ قليل خلف 4 ضحايا وجريحا بولاية قسنطينة، تسببت فيه سيارة على مستوى المعبر العلوي للراجلين الرابط بين حي الكدية وشارع عبان رمضان. جات من مصطفى الفردي من الكدية، من حي الكدية، وكان جاي بسبعة فائقة ووصل حتى الباب لهنا، سما صوتا من الدراج والحك حتى لهنا، كي صوتا دا معه دو بيتون ان بيتون ودا معه زوج مطوات ثاني. الحصيلة الأولية سما ثلاث ضحايا دول داهم، وحسب الحصيلة الثانية تاع الشرطة لهنا ومن هنا ومن هناك، قال كاين 4 ضحايا بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة. على مستوى الأقواس بوسط قسنطينة بحادث مميت خلف 4 ضحايا موتى في عين المكان وجريح، حيث أن خلفية هذا الحادث هي حادث غريب من نوعه، أن السيارة التي صدمت المارين جاءت من جهة لا تخطر على بال أحد، من جهة المدرج لنهج سلام سليمان، وبالتالي اصطدمت بالمارين ومما خلف 4 ضحايا. توج معرض والمنتجات الجزائرية بالغابون بتوقيع 13 اتفاقية لتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار بين رجال أعمال البلدين. اتفاقية من شأنها ضمان تموقع أفضل للمنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية، يقول موفد تلفزيون لكحل أو يونس لكحل ديب. في ختام معرض المنتجات الجزائرية بلبروفيل الغابونية، تم إمضاء أكثر من 10 اتفاقيات تفاهم بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم من دولة الغابون، والتي تقضي بتصدير المنتوج الجزائري وتوزيعه بدول وسط وغرب إفريقيا.
On a signé un contrat de distribution commerciale avec Chalika, le comptoir africain de Libreville, d'import-export, pour commercialiser les produits tawana, notamment les cookies qui m'ont comme les marinades de poulet pour Belara. ينشط بدول وسط وغرب إفريقيا من أجل توزيع منتجات المؤسسة في هذه المنطقة التي تعتبر سوق واعد للمنتجات الجزائرية. مذكرة التفاهم هذه قصد تطوير المباحثات لشراكة بين مجمع كوندور والشركتين شركة بيرمالين وMSD انفورماتيك لتوزيع وبيع منتجات كوندور في المنطقة. المنتوج الجزائري الذي اختلفت فروعه وتنوعت سمحت برفع حجم العلاقات التجارية مع هذا البلد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والغابون. من حيث النتائج كان أولا يوضع بروتوكول اتفاق مع بين الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، وثانيا حوالي 13 مؤسسة مشاركة قامت بإمضاء اتفاقيات بروتوكول مع المدراء في إطار شراكة مع مدرائهم في الغابون الشقيق. كما كان المعرض سانحة للمواطن بالغابون للاطلاع على المنتوج الجزائري داعيا رجال الأعمال للاستثمار بهذا البلد. نحن نحب المنتوجات الجزائرية ونتمنى أن الجزائريين يستقروا هنا ويبيعوا المنتوجات هنا في الغابون. On est vraiment ravi de rencontrer le produit algérien. Vraiment, on est content. J'espère bien que ça va continuer et puis gagner un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. بوابة أخرى للاقتصاد الجزائري نحو الأسواق الإفريقية بتوقيع 13 اتفاقية تصدير من خلال هذا المعرض الذي يعد الأول منذ 3 عقود، وفي الأفق اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين رجال الأعمال لكلا البلدين. من العاصمة الغابونية ليبرفيل للتلفزيون الجزائري يونس لكحلدي. وفي الشراكة الفلاحية تعتمد مشتلة حسناوي بسيدي بالعباس تعتمد على توسيع الشراكة مع خبراء إسبان من أجل ضمان توفير شتلات ذات نوعية عالية ومقاومة للأمراض وبإنتاج عالي للمردود. روبورتاج لقدور جوابي. على مساحة 17 هكتارا تقع مشتلة حسناوي بسيدي بالعباس المختصة في تطوير زراعة الأشجار وفق التقنيات والتجارب الحديثة وبشراكة إسبانية. نحاول في هذه المشتلة تطبيق التجارب الإسبانية لإنتاج مختلف الشتلات حتى يكون هناك مردود أحسن. 4 ملايين شجيرة من مختلف الأصناف هي طاقة إنتاج المشتلة التي تم إنتاجها حسب نوعية التربة والمياه. ومن النماذج الناجحة زراعة أشجار الزيتون. الفلاح اليوم من 400 شجرة بالمثال تاع الزيتون يقدر يروح ل 1200 شجرة في الإكتار، يكون عنده نفس المردود مثل 400 ولكن في وقت قريب يبدأ الإنتاج تاعه في العام الثالث. الحل الشامل هو شعار مؤسسة حسناوي للفلاحة التي تعمل على متابعة زراعة الأشجار بكل مراحلها بهدف مساعدة الفلاحين وإعطاء دفع قوي للإنتاج. وفي شعبة الحبوب تحقق ولاية مالبواغي مردودا وفيرا، إذ بلغ العام الماضي حوالي 200,000 هكتار من القمح ذي النوعية الجيدة، وتتوقع هذا الموسم أفضل بالنظر لنجاح حملة الحرث والبذر والإمكانات المسخرة. يقول عيسى تروب. تسير ولاية أم البواقي بخطى ثابتة لاحتلال مكانة متقدمة على الخريطة الفلاحية الوطنية، خاصة ما تعلق بإنتاج الحبوب بالنظر إلى المساحات الشاسعة المخصصة لهذه الشعبة والتحفيزات الممنوحة من طرف الدولة. المساحة الفلاحية الإجمالية رأي في 360 تتجاوز 360 ألف هكتار مساحة صالحة للزراعة، فيها حوالي مساحة تقارب 200 ألف هكتار تزرع كل سنويا بالحبوب، يعني كنقول الحبوب قمح صلب، قمح لين وشعير وخرطال. القاعدة المهنية اللي تنشط في هذا المجال القاعدة تتجاوز 10,000 فلاح في الموسم الفارط، واللي كان موسم شوية صعيب ولكن الولاية خرج منه ناجحة. كان الإنتاج حوالي تجاوز 2 مليون قنطار من جميع الحبوب. المرافقة عامل ضروري لخلق جو من الثقة بين الفلاح وبقية الشركاء.
ONG jusqu'à présent a livré plus de 8000 quintaux d'engrais de fond et plus de 1000 quintaux, plus de 1000 quintaux d'engrais de couverture. On a fait presque sortir plus de 4 TP 150 chevaux, plus de 30 semoirs et plus de 5 aussi épandeurs d'engrais pour une superficie qui avoisine, qui dépasse les 3000 hectares à ce jour. انشغالات الأسرة الفلاحية تختصر في انتظار ما تجود به السماء والتجهيزات والوسائل لتحسين المردود. احنا رانا نزرعوا قمح الصلب والقمح قمح اللين العدس ديروا خرطال الشعير هالمنطقة يعني الحبوب يقدر يوصل للقنطار حتى ل 40 50 قنطار في الهكتار. فيما يخص تمويل للموسم هذا الفلاحي ما عندنا حتى صعوبات يعني ما تعاونية الحبوب والبقول جافت عمليلة مونونا في الأسمدة والبذور يعني قبل الواحد ما عندنا حتى مشكل كاين نقائص في ليكيبمون. توعية الفلاحين وإمدادهم بالآليات الخاصة والأسمدة والإسراع في استغلال مياه سد بن هارون الذي يمر عبر أراضيهم تساعد على الارتفاع الجيد للمحصول في هذه الولاية وتقليص فاتورة الاستيراد. في إطار جهود عصرنة المرفق العمومي وسعيا إلى التعميم التدريجي لنظام الشباك الإلكتروني عبر كافة بلدية الوطن، نظمت وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نظمت ملتقا جهويا لفائدة الإطارات والمديرين والأمناء العامين للبلديات بعدد من الولايات. هذا وينتظر تعميم نظام الشباك الإلكتروني عبر مختلف بلديات الولايات ليتم بعدها إدراج رخصة السياقة البيومترية في البرنامج. هذا ويبث غدا استثناء برنامج حوار الساعة الذي يستضيف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية، أو يبث على الجزائرية الثالثة عقب نشرة الثامنة. ترقبوه. صحيا، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدة، نظمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات نظمت ندوة بالعاصمة بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وأطباء وخبراء وناشطين. المشاركون عرضوا سبل الوقاية من الداء مع إبراز أهمية الكشف المبكر لتفادي أعراض أخرى. وبالمناسبة أشاد ممثل الأمم المتحدة بدور الجزائر الرائد في مكافحة الداء. وعشية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم، أو أحيت اليوم المغاربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حمل شعار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة، وذلك تم ذلك بمركز التكفل بأطفال التوحد ببن عكنون. ولضمان التكفل الأمثل بمرضى التوحد تدعمت ولاية عين دفلة بمدرسة موجهة لمرضى التوحد يشرف عليها طاقم تربوي وبيداغوجي متخصص. الروبورتاج في الموضوع لمحمد خضراوي. هي المدرسة الوحيدة بالولاية جعلت منها مديرية النشاط الاجتماعي مرفقا لضمان الحق الدستوري في التمدرس لشريحة أطفال مرضى التوحد. المسجلين في ولاية عين دفلة أطفال التوحد عندنا 250 حالة، نقولوا باللي هذا ما يمثل إلا 50%. راهم عندنا 60 طفل، هادو 60 طفل عندنا الأساتذة حوالي 20 أستاذ. إمكانية مادية وبيداغوجية تضمنها المدرسة ببرنامج يشرف عليه مختصون في التعامل مع حالات التوحد جماعيا وفرديا. عندي لاكلاس تاع البسيكوموتريسيان أستاذ النشاط البدني المكيف لا بروميير سال، وعندي دوطخ سال لاستقرار الأطفال. عندي كات كلاس تاع توحد باغ نيفو، نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. مع الأول نعلمهم الوعي بالذات، نعلمهم أعضاء الجسم تاعهم. عندنا ثانيك مهارات معرفية، مثلا تخطيط أشكال هندسية، تخطيط خطوط، يعني الأشياء اللي تجيهم سهلة. نخدموا على لا ستابيليزاسيون دو لونفون، المهارات التقليد، الأصوات، الحركات، وثاني كينا نعلمهم الأشكال والأشكال والتطابق. ويعتبر الأولياء حلقة رئيسية في التعامل مع مريض التوحد، هذا ما تعتمد عليه المدرسة بجعلهم شركاء من أجل التكفل الجيد بأبنائهم.
لاكيدونس بارونتال نديروها ببرنامج مسطر واستدعاء للاولياء، كل والي يكون بالاستدعاء تاعو. ديما نتعاملوا معهم يوميا، صافي ما نفرقوهمش، صافي كيما الدراري تاع ليكول. كي جبتوا لهنا لهذه الجمعيه يعني طوني افكار، طوني نصائح كيفاش نتعامل معاه، ما مندمج هنا مع التلاميذ. مرفق يؤدي رسالة تعليمية وإنسانية بامتياز في انتظار افتتاح ورشة محمية للأطفال المعاقين ذهنيا ومزرعة بيداغوجية سنة 2019 بهدف الاهتمام بهذه الشرائح وإدماجها في المجتمع. فلسان حالها يقول: أنا لست مريض، فقط أنا مختلف. وفي إطار إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني ندوة إعلامية عرضت فيها جهودها في مرافقة ومساعدة هذه الفئة من المجتمع، حيث تم تكوين 1500 عون في لغة الإشارة سعيا لتحسين أدائها حيال هذه الفئة. احتضن منتدى المجاهد لقاء لجمعية الإرادة للمكفوفين، تطرق خلاله رئيس الجمعية عبد الكريم عكوش إلى الحالة الاجتماعية الصعبة لفئة المكفوفين، خاصة فيما يتعلق بالمنحة، حيث طالب برفعها لضمان حياة أفضل لهذه الفئة. في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم اليوم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنرست، وبحوزته بندقية رشاشة من نوع أفام وكمية من الذخيرة، ويتعلق الأمر بالمسمى توجي سيد عمر المكنى يوسف الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من تمنرس وبرج بجي مختار وعين صالح 9 مناقبين عن الذهب، وضبطت شاحنة و3 دراجات نارية وأجهزة ومعدات. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك بقسنطينة مروج مخدرات بحوزته أزيد من 2000 قرص مهلوس، فيما تم حجز أكثر من 18 قنطارا من مادة التبغ بالواد. من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش 20 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من برج بجي مختار وعين تموشنت. وفي إطار الجهود المشتركة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية ونظيرتها التونسية لمكافحة ظاهرتي الغش والتهريب عبر الحدود، نظم لقاء تنسيقي تشاوري تناول سبل التصدي لظاهرة التهريب وتبادل الخبرات في المجال، ليختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون في المجال أو تعاون مشترك في المجال. سمية مزوار. عمل دؤوب لمصالح الجمارك بالمعبر الحدودي الطالب العربي بالوادي، هنا يظهر جليا الدور الهام الذي يقوم به رجال الجمارك في تأمين الحدود وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك من ظاهرتي التهريب والغش التجاري، ناهيك عن تسهيل انسيابية حركة المسافرين. هنا بالنسبة للجزائر احنا نحس في روحنا في بلادنا، معناها اخوتنا وقراب بعضنا في كل شيء، معناها بارك الله فيهم. إجراءات سهلة وبسيطة، معناها ما تاخذوش برشا وقت، و كيما نشوفوا معناها ما فماش برشا اكتظاظ ولا حاجة. التكفل الجيد بالمسافر فيه شروط الراحة للمسافر للعابرين على المركز خروجا ودخولا، وكذلك لفتح المركز لتأطير عمليات التجارة الخارجية بكل الأنظمة الاقتصادية الجمركية. سخرت مصالح الجمارك عبر بواباتها الحدودية كل الإمكانات اللازمة من أجل تشديد المراقبة للتصدي لظاهرتي الغش والتهريب عبر الحدود. وفي لقاء تنسيقي تشاوري بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها التونسية، تناول أدوات التعاون الثنائي على مستوى البوابات الحدودية بين البلدين والتنسيق المشترك في عملية التصدي للتهريب والغش وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال. إرساء لجان تقنية بين الطرفين الجزائري والتونسي لبحث سبل التعاون العملياتي الميداني والتبادل الآني والناجع والفعال من أجل تسيير منسق للحدود. توج اللقاء بإمضاء اتفاقية تعاون بين كلا الطرفين الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في المجال.
الآن إلى صفحة فنية من ديوان رياض الفتح، حيث افتتحت مساء أمس فعالية الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما، والذي يتنافس فيه أزيد من 17 عملا سينمائيا. المتابعة لكاتيا عبد. هواة الفن السابع كانوا على موعد مع الطبعة التاسعة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما للفيلم الملتزم. المكسب الأول في الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة، هو الاستمرارية، هو أن المهرجان هذا أصبح موعد سنوي يعني يلتقي فيه المشتغلون في حقل السينما لمناقشة قضايا متعددة، وخاصة وأن هذا المهرجان ينتقي بعناية الأفلام التي تشارك والتي تعالج عادة قضايا سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها العالم. الهجرة هو الموضوع الذي تم اختياره في هذه الطبعة الجديدة، والذي يعالج معاناة المهاجرين في العالم. عندنا أفلام كما ميلانكوليا وفريير لجيرار مودية، اللي كان في السابق كان عنده تاريخ نضالي مع الجزائر. عندنا أيضا أندري غازول اللي رايح يعمل ماستر كلاس على الثورة الجزائرية، وكان حتى هو عنده علاقة قوية مع الثورة في الخمسينات. Chaque année ce sont des nouveaux films. Cette année nous avons 17 films en compétition, que des films la plupart de 2018, quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières nationales. هذا وقد تم اختيار الفيلم الفلسطيني واجب لمخرجته آن ماري جاسر لافتتاح هذه الطبعة. لأنه في الفيلم الفلسطيني عنده طابع خاص، له درامي وله رومانسي، هو يحكي عن قضية الإنسانية، قضية الفلسطيني الذي يواجهها على أرض محتلة. المهرجان السينمائي هذا فرصة لاحتكاك الفاعلين في الحقل السينمائي وتبادل الخبرات والتجارب. ومن الأفلام المعروضة خارج مسابقة مهرجان السينما الدولي فيلم حر وثائقي للمخرج الفرنسي ميشيل توسكا، الذي عرض أو عرض اليوم وهو يصور قصة واقعية على الحدود الإيطالية الفرنسية للمزارع سيدريك، الذي قرر مساعدة اللاجئين الأفارقة ليصطدم بالإدارة المتعسفة. العمل نال عديد الجوائز الدولية، ويشارك خارج مسابقة المهرجان الدولي للفيلم الملتزم. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الفريق أحمد قايد صالح يجدد عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة خلال مشاركته في الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني الإماراتي. الجالية الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية تطلع على مختلف التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية حول الاستفادة من الصياغ السكنية ومعاشات التقاعد وإنشاء مؤسسة مصغرة بالوطن الأم. ثلاث عشرة اتفاقية تعاون في ختام معرض الجزائر بالغابون، وشراكة جزائرية إسبانية في القطاع الفلاحي لتطوير نظام الزراعة بنوعية عالية. تواصل أعمال العنف والشغب بباريس، والحكومة تدعو إلى حوار واسع مع ممثلي المحتجين ومختلف التشكيلات السياسية في البلاد. مواقعنا الإلكترونية في الخدمة. شكرا لكم والسلام عليكم.